حديثنا اليوم على شباب تونس، شنو احوال الشباب اليوم؟ انتم معينا يعني من الشباب، كيفاش تعيشوا؟ كيفاش متاقلمين مع الاوضاع في الوقت الحالي؟ احكي لي خويا. نحن شباب، نحن صاحبي متاقلمين بالاوضاع الاخرى خويا. نحن كان مستهلكوش خويا، ما نجموش نعيشوا صح. شنو الاوضاع الاخرى؟ نوضع الأخرى أخويا، نحن نعيشوا بالليل شباب، نعيشوا بالتحايل بالكذا بالحرام أخويا، سينو الحلال ما عادش عايش صح. كان انت سادة مسرت صغير في العمر، نقطة بالنقطة يرحم والديك. نعيشوا بالتحايل وبالحرام، تعيش بالتحايل وبالحرام؟ ليه، أنا في الوقت الحالي أخويا ما عادش نعيش بالحرام. كنت كيف يا صاحبي أخويا؟ تمشي تتحايل تبيع تشري زطلة حرام صاحبي تبيع، هذيك هي الدنيا أخويا. كان متنجرش في الحرام ما تنجمش تعيش، سينو كان باش تعيش بالحلال، لك باش تخلط باش تعرس، لك باش تخلط باش تلبس، لا ما تنجم تعمل شيء. انت ما تنجمش تبني مستقبلك في بلاد صاحبي شهريتك 600,000 وتخدم في 12 ساعة و10 سوايع، يزمك تخدم بالحرام صح، يزمك تنتج صاحبي، تجيب تسرق تخطف. يثمر الحرام، يثمر الحرام ما يثمرش، مي ذاك هو الحل الوحيد، ما فماش حل اخر. هو خويا وضع الشباب اتعس من وضع الكورونا في العالم. انا واحد من الناس نحكي لك، معرس عندي زوج صغيرات صاحبي، نزري عليهم ليل نهار، من اللي عرفت روحي وانا نخدم وانا بطال فرد وقت، هذوما الكل فرد وقت، وانا نخدم نصرف اكثر من اللي انا، وانا بطال نصرف اللي مالي اكثر انا نخدم. اي كيفاش تحب معنا؟ طب بطال ولا تخدم؟ طيب نخدم عبارة بطال، كيف كيف سي نفس الوضع. بالعكس انا بطال، هاني نصرف ونستحايل، ومن عند ذاك من عند ذاك، وجبناها بالحلال خويا ما صورنا شيء، متنا متنا بعد الخدمة هاك تشوف صاحبي تف تف، وربي يجيب القسم على الناس الكل. شنو تخدم؟ انا نخدم كل شيء، بنية الكتريسيان، بيتزاير، سيغي اللي تحب انت، جراميت، اشترى اللي تحب. شنو جراميت واشترى؟ ذهب ذهب، ما يمشيش مخك لبعيد. بيع الذهب كل شيء، كل شيء حتى السيمان نبيعوه نحن. يعطيك الصح، يعني تخدم و... الحمد لله. هذا كل تحت الحيط، هذا كل تحت الحيط، تحت الحيط تحت الحيط، هذا كل تحت الحيط. نحب شباب يخدم، انا شهريتك باهيه، انا نجم نعملو شيء، هذا غيري ما ينجمش يعملو صاحبي. فهمت؟ نحكي لك راني معرس عندي زوج صغيرات والحمد لله، بينما يا صاحبي ما نحن لهنا وسط البلاد، وتشوف العباد تشيت هذا على راس هذا، اما العباد اللي ما عندياش في البلايص اللي بعاد اش تعمل صاحبي؟ ايش نهزك تعمل معايا ربع ساعه دورة، ندخلك التريكن اللي انت ما تعرفهاش الدوخه صاحبي، ترى العباد تطلب تشم في الكول وينو؟ تقدر الشباب بالزطله وبالكول؟ تقدر هذه الزطله ما عاد حد شيء صاحبي، الزطله تنهزك اهو درجين يا ودي باللي تحب انت، ما عادش تحكي عليه شيء، هذا موجود بارتو. انا باش متخدر؟ متخدر تسمع يحكوا على حرية تعبير في تونس وكيفاش هي لا اله الا الله محمد رسول الله، دي بتاع الوعي، الوعي الوعي، المواطن ينقص الوعي، الوعي انا صاحبي ندفعوا عليه في الفلوس باش ننسوه الوعي، على خاطر هم عايشين في وهم بريح كيف يرغى صاحبي. الوعي اللي يحكوا عليه هما واللي عايشين به هما زبله، حطوا في ساك وطايش. نحن عشنا، نحن تولدنا عباد كيف كيف، الكلنا ولاد 9 شهور صح، فرض علينا صاحبي باش نعيشوا كلوشارات باش نعيشوا، العباد تحكم عليك انت شنية في الدنيا ذي، انت صح انت عايش جوك باهي مولود، كل عباد الكل تقرا تخدم تدبر في راسك تعيش، وبرا كان غلطت الكلنا نغلط، اما انت كي تغلط، انت كي تغلط يهبطوك في الجريده، الاخر كي يغلط ما يعدوهوش ما يسمع به حد صاحبي. نحن فرضين علينا كوننا فقراء، نحن مجرمه حكموا علينا صح، هذاك هو صاحبي. سامحني تلتزم يعني تحترم روحك وما تعديش على الناس يعني ويضروك يعني ويتبلوا عليك؟ نحن سيدي جا صاحبي ما نتعدوا على حد، نخدموا على رواحنا صاحبي، كلنا بالحلال ولا ناكلوا فيها بالحلال. انت صاحبي يما ما تخليتش بالحلال، اوبليغاتوار عليك باش تخدم بالحرام صح، اوبليغاتوار عليك باش تمشي تجيب طرفك وتبيع وشوي جرامات وتدبر راسك منه ومن غاد، سينو صاحبي ما تنجمش تعيش. راك انت اصلا تو تو بالمزمر صاحبي، بيت النوم ب3 ملايين و4 ملايين، مش تجيبهم صاحبي تاخذ في 600,000، انت ما تكفيكش دخانك وركوب. اسمعني انت ماكش خالد خويا حتى على حق خطبه، خاتم تو واجا نهبطوا للبركه هاو، هاي البركه صاحبي 450 500,000 صاحبي، مازال حق شهر تخدم شهر كامل باش تخلط تاخذ خاتم،
بيس مونتي صاحبي تخدم عليه. انت تحب لك عام تخدم باش تخطبها، وعامين ثلاثة أربعة خمسة باش تخلط على ملاك وكتبان صدير هذا يا بار كل شيء. صاحبي انت تو تفرض عليك البلاد هذايا باش تعمل الحرام، ما تنجمش، الحلال ما يوصلش، الحلال خايب صحيح يلزمك تصبر اما الحلال ما عندك فين باش توصل، تعدي عمرك الكل بالحلال وما توصل حتى شيء، باش دخانك ماكلتك ابارسا ما عندك فين توصل. صاحبي توا معناتها اللي تشوف فيها كل هذايا اللي شاده الكراسي واللي شاده الدنيا، زعما تعيش بالحلال، تعيش بالحلال، تعيش بالحلال. ما يسالش، انا سالتك انت جاوبني. انا نسال ما نجاوبش. انت يعني شاك في عيشتهم، يلوموا علينا نحن مش شاك يا ودي، متاكد متاكد اللي هما عايشين بالحرام صح، يلوموا علينا نحن. انا نسرق في خبزه صاحبي باش نوكل بها اولادي، وذاك يسرق في حق بكوتوي ما نعرفش درسناه. وذاك انت تو كمواطن تونسي ترضى توكل اولادك للحرام؟ مواطن تونسي ما دام ما عندي، ما دام بلاد تسرق فينا صاحبي ما حلال نوكله هو ولا حرام، خاطر هو يسرق فيا صح. يا معلم بالله لحظه، انت بافيت 60,000 خطيه كفر فاسد، انت الدوله تسرق فينا عيني عينك صح، انت الدوله تسرق فيك بالقانون صح، تسرق فيك بالتواصل باللغة ذيك. انت 60,000 خطية و 80,000 خطية، انا عندي 2,250,000 خطية على المخدرات، فهمتني؟ اش معناه انت 2,000,000؟ انا نتكيف المخدرات، انت تخطي فيا علاش؟ اخي تكيف معايا نضر فيك باش نضر فيك. اخي صاحبي انت الخطايا ذوكم والباقي ذوك تاخو خطية صاحبي 2,000,000 انا و 250 باش نخلصهم، ما باش ياخو من الدول هذوكم شهريه الداخليه. يا اخي انت صاحبي الخطايا واللغه ذيك، علاش انت علاش تتعطى في المخدرات؟ اموري صاحبي انا ما نكلمي كان مواطن شغل ما شغل، انا كان ما نستهلكش المخدرات، ما تخدمش تمشي تعطى المخدرات. يا صاحبي ما نستهلكوش المخدرات، نحن نمشي على قضايا ما اخيب هذيك قضايا المخدرات حاله عاديه فيها كل ولاد حومه شعبيه، ولد حومه شعبيه ما عندوش وين يلعب، عنده كيف يقفي بطحه يلقى صاحبه يبيع في الزطه، يلقى ولد حومته يبيع في كذا، يلقى ما نعرف، فهمت كيفاه؟ هذه ولد حومه الشعبيه صاحبي، ثم 10% مخ نظيف يتبع الحاجه نظيف. سيدي هشام تقرين الكل مش انا بركه صح، الكلنا متقرين خاطر تو 99% نعيشوا في نفس الوضعيه صح، كل واحد كان ناقص حاجه راهو عنده حاجه، الكلنا نعيشوا في نفس الوضعيه صح، يا الكل الكل تحب تعرس يبيش باش نعرسوا صح، نسرق انا باش نعرس خويا. نحنا في الوقت هذا يحكم علينا القضاء والقدر خويا، كونه باش نعيشوا حرامك حلالك خويا، كل حرام كل حلال، ما لقيتهاش بالحلال اعملها بالحرام، ما لقيتهاش بالحرام اعملها بالحلال. ما يلزمناش يعني نشجعوا الشباب على الحرام وعلى خاطر فما الناس تخدم بالحلال وناس تخدم يا دي، مش نحن اللي لزوا فيهم يا دعامي ولا اللي يتكلم ولا انا ولا صاحبي ولا ولد حومتي ولا ولد سكتيري، مش نحن اللي لزوا، ولا مش مغني الراب اللي يغني هو اللي يلز، رئيس دولة الدولة هي اللي تلز صاحبي، هما اللي لزوا فينا. والله يا خويا حتى تحنا علينا الدولة ساعة، احنا هنا صغار ويعني كما نقولوا احنا بطالة يعني، خليها رجال كبار ما عندكش معلش كون باش تلوم كان على الدولة، فهمتني؟ يعني باش تلوم على الدولة يعني تخدم العباد يعملوا لنا معامل موضوع نخدموا فيه، تو تشد تو تشتر يعني حتى رجال كبار كلها في الحبس، تشتر الشباب في الحبس فهمتني؟ ما بلاد ما تود كان بالحبس يعني هذايا انا نحكيك انا ملي كلها بلاد تاع بطالة هذايا ماشي يعني كما نقولوا احنا ما تودك كان بالبطاله يعني، تي شباب اقسم بالله كلك تشوف فيه يعني انت باز على عينيك تشوف عندك في حومتك وفي حوم العباد تعرف يعني العباد كلها بطاله مش حتى كان الرجال كبار فهمتني. اما يا خويا ايش باش نعملوا ان شاء الله ربي يحلها من البلاد هذاي فهمتني، تي عباد عندها برشا يعني تقرا فهمتني، عندها برشا عباد تقرا يعني ما فهمش خدمه يعني باش نعمل في حومتنا نحن غاديك في سيد حسين باك بلس 7 شاد الرومبوان يونتر، معناها انت لهنا شنو باك بلس 7 باك بلس 7 شاد الرومبوان في الزهروني يونتر يونتر يونتر، انت لهنا فهم الموضوع وحدك معناها. شوفونا خويا خدم، شوفونا خدمه خويا بالرسمي، شوفونا خدمه تو ما عادش نونتر ما عادش نفكوا بالرسمي، شوفونا خدمه وهذا ميساج قايس سعيد ولا رئاسة الحكومه، شوفونا خدمه تو الريضو خويا ما عادش نونتر ما عادش تكثر سرقه اقرا ما جا بها وين يونتر والنطره يعني مش حل يعني مش مبرر لاي حاجه مهما الفقر مهما والبطاله حل زاد حل للشباب مش حل للشباب، انت شوف له خدمه ما طلبناش معناها تعطيه شهريه 2,000,000، شوف له اي خدمه في معمل 500,000 تو يقعد ويريث تو يخدم يصرف على روحه
اما باك بلوسيت يقرا 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 من بعد يطيش في الرومبوان يطيش تحت الحيط السيجار ويقعد في القهوه يفمل يفيق الصباح لين يطيح الليل. زاد ما قالش بيه ربي خويا انا ميساج القايس سعيد رئيس الحكومه شوفونا حل الشباب رانا ضعنا شوفونا حل. انا بالرسمي راه اشتر الشباب كله يخمم في الحرق.